واحد بيقول جاء في المزمور هذا ما احسن وما احلى ان يسكن الاخوة معا كالطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية لحية هارون النازلة الى جيبكم يوسف ومثل ندى حربون المنحدر على جبل سليم. كان زمان رسالة الكهنة ورؤساء الكهنة بزيت المسحة المقدسة. ربنا في سفر الخروج اصحاح 30 قال لموسى ادي زيت المسحة اللي تمسح بيها يمسح بيها خيمة الاجتماع والاواني المقدسة والمذابح ويمسح بيها الكهنة ايضا. فهارون لما جم يمسحوه رئيس كهنة كما ورد في تكوين 48 في خروج 48 صبوا زيت المس على رأسه فنزلت على لحيته. فبيقول ما احسن الاخوة معا كالطيب الكائن على الرأس النازل الى اللحية ليبقى كلهم حبات الطيب متعلقة كده جنب بعض ولها رائحة طيبة. لكن دلوقتي مسحة الكهنة ورؤساء الكهنة بتكون بوضع اليد مش بالصب زيت المسحة.